ما غنقولش غنخلصوا، ولكن لهؤلاء السلطه، حنا كنهضروا حقوق الانسان، لهؤلاء السلطه الفعليه فوق الركح فوق الخشبه، هما اللي هما الحاكمين الان. غادي نخلصوا مع استاذه عنان القاضيه والخبيره والقانونيه بكلمه غتكون معطره لا شك، يستوجب الاستماع الى كلمتهم في هذا المحفل الجميل دافئ الدافئ بكم هذا المساء اللي هو مساء نهايه اسبوع، ولكن نهايه اسبوع طنجاويه غير عاديه، لان نلتف كاسره واحده حول واحد من رموزنا، واحد من الكانون الدافئ المغربي على الطريقه المغربيه. 60 سنة نظام حقوق الانسان، الا ضربناها في اليوم يعني 365 يوم، نشوفوا شحال ديال الايام اللي عطى الدكتور لحقوق الانسان. وهاد 365 ما ضربوهاش في 60 كلها، ضربوها حنا غير في 40 ديال الاسره ديالو اللي خلاتو سمحت ليه باش يمشي حقوق الانسان. يعني راه جزيل الشكر بطبيعه الحال جميع الاسر ديال المناضلين، ولكن شكر خاص للزوجه والابناء ديال الدكتور نشنش. هذا اليوم هذا يعني انا سعيده للمشاركه في التكريم ديال هامه قانونيه كبيره ديال الدكتور نشناش اللي العمر ديالو كله في المجال ديال الحقوق والحمايه. تعرفت وشاركت معاه خلال المسار ديال المنظمه المغربيه لحقوق الانسان، وكذلك خلال العمل في هيئه الانصاف والمصالحه، وانسان يقتدى به، فعلا يقتدى به، لا في سلوكا ولا في السلوك اليومي، كتلقى ان عنده حقوق الانسان في السلوك اليومي، وهذا هو اللي متطلب حاليا عندنا، ماشي هو دراسه حقوق الانسان او لا الاعلام وحقوق الانسان، وانما حقوق الانسان هي سلوك. اذا ماذا بينا نقتديو بسلوك ونجعلوا حقوق الانسان سلوك يومي ديالنا. اللي هو عدم التكرار، وهذا اللي قامت به الانصاف والمصالحه. الانصاف والمصالحه يعني، وانا كنت اعضاء نائب اعضاء الشعب النسائي فيها، لم نستمع اي وقت من الاوقات ينطرد الضحايا بفكره الانتقام. ما كان يهمهم عدم التكرار، ايقاف المسلسل الاختطاف والاعتقال والتعذيب والقذف خارج القانون، واحترام كرامة المواطنين في التعبير والحرية والانتقال. هذا هو اللي كان يهم ضحايا الإنصاف والمصالحة. أشهد شهادة على أن لم أستمع ولو لواحد يريد الانتقال، إنما قلنا لهم ليست هناك محاكمات يعني عادية أمام الحكيم. لم يقولوا أي شيء، قالوا خلاص ما لم تستمع لي وقولوا أنا ضحية وتقدم لي شهادة أنني ضحية يكفيه، كان كفاية. وأقول من جهة أخرى، كثير من الضحايا لم يقبلوا التعويض المادي على ما قصوه من السجون ومن التعذيب، قالوا يكفينا أن تستمعوا لنا وتعترفوا لنا أن نحن لم نكن خونة بل كنا وطنيين نريد لتغيير الوضع. هذا هي حقيقة المغربي، وهذا هو الأصل الحقيقي. كل حال كان التكريم يعني مؤثر، لان هادو شهاده اخوه عشوا وعاشوا معايا وعشوا معهم مراحل متعدده من الحياه، ثم ذكروني حتى بطفولتي من الصغر، فكان يعني تكريم، وتكريم لكل الحقوقيين لكل المناضلين، فانا كان لازما ان اكون هناك رمزا فاختاروني كرمز، ولكن في الحقيقه هو التكريم لكل المغاربه والجمعيات الحقوقيه التي تعمل من أجل كرامة المواطنين. وحن المغرب الحمد لله بخير ويتقدم في جميع الميادين، فلهذا شكرا لبيت الصحافة وشكرا لرجال الإعلام كلهم الذين حضروا وساهموا في نجاح هذه اللقاء. في اسم محمد نشناش يعني أكثر من شاب حيوي، يعني بحيوية في عمله، وسواء الدفاع عن حقوق الإنسان، النهوض بثقافة حقوق الإنسان، المشاركة في الندوات
يعني تنظم ندوه في الرباط، فاذا به ياخذ البراق. بدعوة كريمة من بيت الصحافة بطنجة، يعني شاركت مجموعة من الفعاليات في تخليد الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان الذاكرة المشتركة الصحافة وحقوق الإنسان، وذلك احتفاء، وهذا أساسي، بقيدوم الحقوقيين الدكتور محمد النشناس صديقي العزيز. وأعتقد أن كل التدخلات التي يعني وردت في هذا الحفل البهيش يعني وقفت عند خصال الدكتور محمد النشناس، يعني سواء في عمله كطبيب ثم كحقوقي وفي العمل الإنساني ليس فقط داخل المغرب ولكن عبر العالم. كما كان سلاحنا في مواجهة ما يرتكب ما ارتكب وما يرتكب من انتهاكات سواء في المغرب أو خارج المغرب، لأنه هذا هو اللي خلى هذه الأجيال كاملة تتعاقب وتواصل العمل لكي يصل البلد إلى هذه المحطة. المشاركة في هذه الندوة بطبيعة الحال هو أولا من تكريم رجل من طراز الأستاذ محمد النشناس الذي رافقنا في مسارات متعددة خلال عقود من الزمان في الحركة الحقوقية، وكذلك ضمن مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية الذي أترأسه وهو عضو في الهيئة المديرية. هذا المسار الطويل بطبيعة الحال بتشعباته في المجال الإنساني، في المجال السياسي، في المجال الدولي كذلك، يجعل من هذه الشخصيات تستحق هذه الوقفة اللي هي في نفس الوقت وقفة في موضوع عنده أهمية وهو قضية الإعلام والذاكرة، وهي مطروحة في الظرفية الحالية في النظر لما يجري في غزة الآن من جرائم وما يطرح من أسئلة بخصوص الإعلام وبخصوص حقوق الإنسان. من بعد غادي نكون مع كل واحد باغي.